السلام عليكم. ايه رايكم في الجو؟ نيوزيلند فصل الشتاء، دوله تقريبا بدات من 700 سنه، بتتكون من جزيرتين كبار، واحده في الشمال واحده في الجنوب. خليكم معنا وهنشوف نيوزيلند مع بعض. مطر هدي شويه بس مش عارفين هل الجو هيتظبط ولا لا. طبعا السواقه هنا غير مصر خالص. انا ماسك الدريكسيون وقاعد في الناحيه اليمين، انت في مصر بتقعد في الناحيه الشمال. تقريبا انت بتسوق هنا لو على طريق سريع 100 كيلومتر في الساعه، بعد كده على طول فاين، بيبقى نظام نقط. وانت مثلا بيبقى الرخصه بتاعتك فيها 20 نقطه، كل مخالفه بتقلل منها لحد ما تتمنع من السواقه وتعيد الاختبار بتاعك فيه. طالعين على ماكدونالدز، هنجيب شوية مشروبات نشربها وهنروح نشوف ماكدونالدز والدرايف ثرو. Good afternoon. Could I have a large long black please? A large long black please. And large frozen coke. And a large frozen coke. Oh yeah. Thank you. No worries. Frozen coke. حاجة مش في مصر. معلش احنا كنا المفروض بنصور النهارده بس الجو والفوركاست بره الجو مطر. النهارده دي اوف، نرجع نشوفكم تاني. يوم جديد مفيش مطر، الجو برد شويه. نيوزيلندا فيها فرق توقيت جامد بينها وبين مصر، تقريبا 13 ساعه. يعني انت لو في مصر بالليل احنا هنكون الصبح، طبعا مع مراعاه ان الفصول مختلفه. يعني انت لو قربت، لو انت حاليا مثلا هنقول في الصيف، احنا حاليا في الشتاء زي ما انتم شايفين الجو متجمد، بس يوم كويس ونبدا اليوم مع بعض. دلوقتي احنا قدام الهيستوريكال تري في جراي تاون، شجره جت من 1850. تعالوا نبص على الشجره مع بعض. دلوقتي احنا في جراي تاون داخل المتحف بتاعهم، وهنشوف البيوت زمان من 1867 كان شكلها ازاي. ادي البيت، دي غرفة المعيشة، زي ما انتم شايفين ده المطبخ. I'm coming upstairs now. بعد كده هنطلع للدور الثاني. احنا طبعا دلوقتي في المستشفى، دي الحاجات اللي كانوا بيستخدموها. تقريبا الصيدليه اللي قدامنا دي من 1850 او 1870 حاجه زي كده، منظر رهيب. ده عرض تمثيلي كان بيوري لك ازاي الناس كانت بتغسل الهدوم زمان. طبعا زي ما انتم شايفين الست، ما اعتقدش ان حد يقدر دلوقتي يغسل كده. اوعى تنسى لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، لايك وشير. يلا بينا نروح نشوف غابة فك بابا من اجمل غابات الدنيا.
احنا دلوقتي في غابة كيري كوكا بابا. الاسم صعب عليا شوية، يا ريت انا بقى قلته صح، بس زي ما انتم شايفين المنظر. طبعا اليافطة دي بتورينا الوقت والمسافة اللي هنقدر نقطعها، زي ما انتم شايفين حاجة رهيبة جدا. تخيل ان انت تمشي ساعتين داخل تراك زي كده.